Jesus. هل أعد هذا الاستقبال من أجلنا؟ طبعا. مرحبا يا عصام. مرحبا. مرحبا. أهلا بك يا نور، كم كنت مشتاقا إليكم. بابا. أهلا يا حبيبتي، دعيني أنظر إليك. أنت كبرت، أصبحت فتاة جميلة. طارق. بابا، أخيرا وصلت. أنت أيضا كبرت وصرت شابا، كم أنت طويل. الحمد لله على السلامة يا بني. والدي العزيز، كيف حالك الآن؟ على أحسن ما يرام. كم أنا سعيد بالعودة إلى البيت. كيف كان هذا السفر يا بني؟ لا شك أنك تعب. لا، لست تعبا، مع أن السفر كان طويلا. فعلا نحن رجلان شجاعان، أليس كذلك يا أمين؟ أمين، أين هو؟ ها هو يا والدي، هذا أمين، صديقي ورفيقي طوال هذا السفر. مرحبا بك يا أمين. أهلا وسهلا. عصام حدثني عنك مرارا خلال السفر. أهلا يا سيدة نور. الحمد لله على سلامتك يا سيد أمين. مرحبا يا عم أمين. أهلا يا طارق. أهلا يا ريم. هل هذا طبلك؟ نعم، يعني كان طبلي، هو الآن لك. لي؟ شكرا يا عم أمين. عفوا، وهذه الكاميرا الصغيرة لك يا ريم. شكرا يا عم أمين. هل يمكن أن تقرع الطبل؟ أن أقرعه أنا؟ هيا يا أمين اقرع الطبل. ما رأيك في حائطي؟ رائع. هل هناك كل الصور؟ لا، كلها لا، هناك صور أخرى في الألبوم. هنا نص عن مدينة فاس، وهذه قصاصة الصحافة التركية، وهذه الصورة من كوالالمبور، هذه الصورة صورت تحت المطر، وهذه صورة صياد اللؤلؤ. نعم، لم تكن سهلة هذه الصورة. حان وقت النوم يا طارق، تصبح على خير. تصبحين على خير يا أمي. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير. لك الحق في 3 رغبات لا أكثر، فكر جيدا. أولا أريد أن أكون مصورا مثل أبي. ثانيا أتمنى أن أسافر كثيرا كما يسافر أبي. وثالثا أود أن أكون مسلما صالحا. مسلما صالحا. مسلما صالحا. هل أعد هذا الاستقبال من أجلنا؟ هل أعد هذا الاستقبال من أجلنا؟ كم كنت مشتاقا إليكم؟ كم كنت مشتاقا إليكم؟ أنت كبرت، أصبحت فتاة جميلة. أنت كبرت، أصبحت فتاة جميلة. الحمد لله على السلامة يا بني. الحمد لله على السلامة يا بني. والدي العزيز، كيف حالك؟ والدي العزيز، كيف حالك؟ الآن على أحسن ما يرام. الآن على أحسن ما يرام. كم أنا سعيد بالعودة إلى البيت. كم أنا سعيد بالعودة إلى البيت. هذا أمين، صديقي ورفيقي طوال هذا السفر. هذا أمين، صديقي ورفيقي طوال هذا السفر. عصام حدثني عنك مرارا خلال السفر.
عصام حدثني عنك مرارا خلال السفر. هل يمكن أن تقرع الطبل؟ هل يمكن أن تقرع الطبل؟ هيا يا أمين اقرع الطبل. هيا يا أمين اقرع الطبل. ما رأيك في حائطي؟ ما رأيك في حائطي؟ هذه الصورة صورة تحت المطر. هذه الصورة صورت تحت المطر. حان وقت النوم يا طارق، تصبح على خير. حان وقت النوم يا طارق، تصبح على خير. لك الحق في 3 رغبات لا أكثر، فكر جيدا. لك الحق في 3 رغبات لا أكثر، فكر جيدا. أود أن أكون مسلما صالحا. أود أن أكون مسلما صالحا.